المختار هادي الخلق من قول وفعل طاهر القسمات. من روعة الإسلام في عليائه يهدي العباد بفيض الحسنات. جئنا لنقطف زهر نور يانع ونصوغه بقلائد الوقفات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واقتفى أثره وسلم تسليما كثيرا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني أخواتي في مستهل هذه الحلقة من برنامجكم وقفات. حديثنا في هذا اللقاء وفي هذا اليوم عن هذه الأيام المباركة، وهي العشر المباركة من شهر ذي الحجة. أيام مباركة وعظيمة، والعاقل الراشد هو الذي يستثمر وقته في مثل هذه الأيام. رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لنا أهمية هذه الأيام، أيام العشر من واحد ذي الحجة إلى نهاية هذه الأيام المباركة، فقال فيها قولا عظيما. من ذلك أنه قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. تصورت إخواني أخواتي، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. أي عمل صالح يخطر على بالك؟ وسأتحدث عن هذه الجملة، العمل الصالح. أي عمل صالح يخطر على بالك إذا أوقعته في هذه الأيام العشر هو أحب إلى الله تبارك وتعالى من نفس العمل لو أوقعته خارج العشر. فصلاة الرجل قبل بداية العشر من ذي الحجة وصلاته في عشر ذي الحجة تجد صلاته في عشر ذي الحجة أعظم. وكذلك لو قلت في الصدقة، كذلك لو قلت في البر والإحسان، كذلك لو قلت في الصيام والإطعام، أي عمل صالح. الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقولون: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. هذا لا شك أنه أفضل. حينما يذكر لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أهمية العمل الصالح في العشر، هذا لتحفيزنا ولتشجيعنا على العمل الصالح. وحينما يعمل الإنسان عشرة أيام ويواظب على العمل الصالح فيها، تنشط نفسه على العبادة وتألف روحه هذه العبادة، تألف روحه العمل الصالح أيا كان هذا العمل الصالح. ها هنا يقول صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله، في الحديث الأول أحب إلى الله، وها هنا: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر. قال: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وهذا نوع من العمل الصالح، أن يكبر الإنسان، أن يهلل، أن يحمد الله تبارك وتعالى، هذا نوع من العمل الصالح. فرسولنا صلى الله عليه وسلم يريد منا أن نعمل العمل الصالح وباستمرار، ولكننا نستغل هذه الأوقات الفاضلة. تعلمون إخواني أخواتي أن هناك أزمنة فاضلة، وهناك أمكنة فاضلة، أحوال فاضلة، فالعبد
العاقل الراشد الذكي المستثمر هو الذي يقتنص هذه الفرص العشر الأول من ذي الحجة فرصة، كما أن العشر الأواخر من رمضان فرصة، العشر الأول من ذي الحجة فرصة العمل الصالح فيها، فيستثمر هذا الوقت، يستثمره بالذكر، بالتهليل، بالتحميد، بالتسبيح، بأي نوع من العمل الصالح، سأتكلم عن ذلك بعد قليل. كم من الأخوة والأخوات يسأل ويقول طيب الآن فرصة أني أعمل صالح، ما هي الأعمال الصالحة التي أعملها؟ أنا أعتقد أن هذا السؤال يعني كم نحتاج نتكلم ونحن نعدد العمل الصالح. رسولنا عليه السلام قال العمل الصالح، أي عمل صالح؟ قد تتشجع نفسي على عمل صالح أنت ما تستطيع عليه، وقد تتشجع نفسك على عمل صالح أنا ما أستطيع إليه ولا تتهيئ نفسي إليه. أي عمل صالح تقدر عليه فعله في العشر الأول من ذي الحجة، ووسع دائرة الأفق عندك أخي. أي عمل صالح؟ الصدقة عمل صالح، بأي مبلغ تستطيع أن تتصدق به؟ لا يمر عليك يوم من العشر إلا وتصدقت، لأن العمل فيها أحب إلى الله وأعظم عند الله، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، أحب إلى الله وأعظم عند الله. إن استطعت أن تتصدق يوميا بمئة فلس افعل ولا تحتقرها. فرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة. تعرفون كم تكلفة شق التمرة؟ كم تكلفنا الكيس هذا الذي نشتريه بخمسمائة فلس؟ يمكن فيه مائة تمرة، نصف التمرة إذا قبلها الله تبارك وتعالى تقي العبد جهنم، أعاذنا الله وإياكم مولدين من جهنم. فممكن أن تتصدق بالقليل، بس لا يمر عليك يوم ما تتصدق. ولو لاحظنا يعني بعض الناس يقول يا أخي إحنا ما عندنا شيء، إحنا بحد يتصدق علينا. بعض الناس قد يقول هكذا، يعني يكابر في أي شيء. ومرة قال لي أحد من حضر معي عندي خطبة الجمعة، ولما تحدثت عن الصدقة وقلت تصدق بأي شيء، جاءني بعد الصلاة قال أنا ما عندي شيء أتصدق، أنا أحتاج أحد يتصدق علي. وكانت رائحة الدخان تنبعث من فمه، فقلت له أنت تدخن؟ ضحك قال نعم أدخن. قلت له كم تصرف على الدخان؟ كم تصرف في يومك؟ كم تصرف على الدخان الذي تشربه في الشهر؟ كم تصرف؟ قال في حدود 40 دينار أصرف شهريا. قلت لو أخذت منها 500 فلس وتصدقت بها، تنازلت عن عدد من الدخان الذي تشربه، المفروض أن يتنازل عن جميع الدخان الذي يشربه، لكننا أحيانا نحن نتذرع أننا لا نستطيع للعمل الصالح، وهذه من المخادعة التي نخدع بها أنفسنا. بعض الأخوة والأخوات يتصلون علي يقول أنا ما أستطيع الصيام. ومن قال أن العمل الصالح فقط في الصيام؟ يمكن فلان يستطيع يصوم يصوم. أنا ما أذكر حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل العشر صوموا إلا في يوم عرفة. لكن لو أن إنسان أراد أن يصوم نقول هذا عمل صالح. لو قال إنسان أنا ما أستطيع الصيام أتعب، أقول عليك بأعمال أخرى. هل تعلم أن الكلمة الطيبة صدقة؟ كثر من الكلمة الطيبة في أيام العشر. هل تعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صدقة؟ هل تعلم أن برك لوالديك صدقة؟ أكثر من بر والديك في هذه الأيام صدقة. إماطة الأذى عن الطريق صدقة، وليس الأذى الحسي يعني شوكة ولا عود ولا حصى. إماطة الأذى قد يكون هذا الأذى أذى معنوي تزيل عن الناس، فكرة خاطئة تزيلها عن الناس، هذه صدقة. تكف أذاك عن الناس، هذه صدقة أكثر من العمل الصالح. فالعمل الصالح لا حد له ولا ساحل له، ما يمكن أن أقول هذا هو العمل الصالح من 1 إلى 10. لا، إحسانك الظن بالآخرين هذا عمل صالح كثر منه.
ثناؤك على ولدك لتشجيعه وتنميته وملء نفسه بالثقة، هذا عمل صالح كثر منه. جبرك لخواطر الآخرين، وهذه عبادة اليوم مفقودة إلا عند قليل من الناس ممن رحم الله. جبر الخواطر، جبر الخواطر أن تقول لإنسان بارك الله فيك، الله يكثر خيرك، ما شاء الله، شو الوجه الذي يفتح النفس. جبر خاطر تقوله للآخرين، هذا عمل صالح تؤجر عليه. الغاية التي نريد أن نصل إليها أن نحن في أيام فاضلة لا تمر علينا، يعني الواحد ما يدري، أولا ما يدري بعد أن أدرك العشر ما يدري أنه يكمل هذه العشر، اثنين ما يدري أنه يدركها في العام القادم. عمل صالح. وفي الأثر يقول عيسى عليه الصلاة والسلام الليل والنهار، الليل والنهار خزانتان فانظروا ما تضعون فيهما. حط ليلك إذا مر ضع فيه من العمل الصالح، نهارك إذا مر ضع فيه من العمل الصالح، ففي يوم القيامة تفتح هذه الخزائن وينظر كما قال الله تبارك وتعالى يوم ينظر الإنسان ما قدمت يده ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يوم ينظر المرء ما قدمت يده، هكذا الآية، يوم ينظر المرء ما قدمت يده ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. أخرج وإياكم في فاصل ثم أواصل، أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الرشاد. جئنا لنقطف زهر نور يانع ونصوغه بقلائد الوقفات. حياكم الله أخواني أخواتي من جديد، وحديث عن هذه العشر المباركة، ووقف الحديث عند العمل الصالح. ودعوني أذكر بقضية مهمة جدا، بعض الناس ما يعمل العمل الصالح ولا يشجع على العمل الصالح، يعني كونك لا تفعل العمل الصالح، يعني كونك لا تكون من المتصدقين ولا من المحسنين ولا من الصائمين ولا من المصلين، لا تضف إلى هذا الفتور، ولا تضف إلى أنك تمنع الآخرين من فعل الخير. في مثل هذه الأزمنة الفاضلة دائما ما نسمع من يزهد في عمل الخير، ما يصوم ويزهد في الصيام، ما يتصدق ويزهد في الصدقة، ما يحافظ على نوافل الصلاة ويزهد فيها. هذه خطيئة كبيرة وإثم عظيم قد لا ينتبه إليه الإنسان، مثل الذي يشكك في ما يبذل من أعمال الخير أو يمنع الناس منه. هذه مصيبة، يعني كونه ما يفعل الخير هذه مصيبة، لكن حينما يمنع الآخرين عن فعل الخير إنما يضم إلى مصيبته مصيبة أخرى. ثلاث مواضع في كتاب الله تبارك وتعالى أرشدت إلى هذه الخطيئة وأرشدت إلى هذا الإثم. في سورة القلم، في سورة قاف، في سورة الماعون، يقول الله سبحانه وتعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. ماذا قال بعدها تذكرون؟ مناع للخير، مناع للخير معتد أثيم. في موضع آخر يقول سبحانه وتعالى ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. إيش بعدها؟ مناع للخير معتد مريب. هناك مناع للخير معتد أثيم، وهنا مناع للخير معتد مريب. وفي سورة الماعون ولا يحض على طعام المسكين.
يحاول قدر ما يستطيع أن يمنع الآخرين من فعل الخير، إما لحسد منه، تجد المرأة غير محجبة وتحاول بقدر طاقتها أن لا تسمح لفلانة أن تتحجب، وتزهد في هذا العمل الصالح حتى تشترك معها في الإثم. ترى الإنسان الذي يمشي في درب الخطيئة والإثم والفواحش كان يشرب الخمر مثلا، إذا رأى أحد أصحابه بدأ يفكر في التوبة والرجوع إلى الله، هذا خير، بدأ يمنعه عن هذا الخير ويزهد في هذا الخير، كما قال الله سبحانه وتعالى عن الكافرين. ماذا قال الله عن الكافرين؟ قال ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. بالضبط، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. هكذا الذي ما يفعل الخير وده أن غيره ما يفعل الخير ويزهد في فعل الخير ويشكك في أي عمل خيري موجود. قل مثل ذلك في علاقاتنا الاجتماعية اليوم، كم أسمع وتأتيني من القصص التي يعني يرتكب أصحابها إثم عظيم. امرأة تمنع الخير عن أبنائها وتربيهم على قطيعة الرحم، تربيهم على قطيعة أعمامهم وأخوالهم، أبناء العم وأبناء الخالة، ينشأ هذا الجيل قاطع لرحمه. أمهم علمتهم ومنعتهم من الخير، أو تمنع زوجها من أن يكون واصلا لإخوانه وأخواته ووالديه. كم تعرفون من هذه القصص موجودة اليوم ومر عليها 20 سنة 30 سنة، وتجد الأخ ما يتكلم مع أخيه والسبب هذه المرأة التي منعته من الخير. وكذلك هذا موجود أيضا عند الرجال، حينما يمنع أبناءه من أن يصلوا أمهم التي طلقها، مناع للخير، جملة قد نراها ونمر عليها في كتاب الله تبارك وتعالى، لكن فيها رسالة عظيمة. اليوم في هذه العشر اعمل العمل الصالح، والحذر الحذر من أن نمنع الآخرين من العمل الصالح، ولا تقل في نفسك أي عمل، كما قلت قبل قليل، أي عمل صالح يقربك إلى الله افعله حتى لو كان بكلمة طيبة، حتى لو كان بإعانة للآخرين تقدمها، حتى لو كان بدفع الأذى عن فلان الذي تكلم فيه. أما قال عليه الصلاة والسلام: من كف أو من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. أنت في مجلس فلان يتكلم في فلان، قلت لا لا تتكلم في فلان، ما علمنا عليه إلا خيرا. ثم من المسائل، لأن لو تحدثنا عن فضل هذه الأيام العشر وردت فيها نصوص كثيرة، كقوله سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل أيام الدنيا، أفضل أيام الدنيا العشر، يعني عشر ذي الحجة، ويقول: ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عقر وجهه أو عفر وجهه بالتراب، يعني في الجهاد في سبيل الله. في هذه العشر يوم عرفة، وهو يوم التاسع، وفي هذه العشر يوم النحر، وهو يوم العيد، يومان عظيمان يرفعان من قيمة هذه العشر. في اليوم التاسع أرشد نبينا صلى الله عليه وسلم إلى فضيلة الصيام، صيام يوم عرفة، فقال عليه الصلاة والسلام: يكفر السنة الماضية والباقية. يأتي إنسان يزهد في هذا الحديث ويزهد في هذا العمل الصالح، وربما قال شيء من 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 الكلام الذي يهون من هذا الأجر، ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى يرشد الأمة إلى هذا الأمر، فيقول: يكفر السنة الماضية
والباقية بصيام يوم واحد يصومه في اليوم التاسع. أيضا مما يقال أن يوم العيد يمر علينا هذا العام، يمر علينا وإحنا في وسط هذه الجائحة وهذا البلاء الذي يسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعه عن بلادنا وعن سائر بلاد المسلمين وعن العالم أجمعين. يوم عظيم، يوم العيد يوم عظيم. قلت هذا الكلام في عيد الفطر، في عيد الفطر، وأقولها اليوم في عيد الأضحى. يا إخواني، لا تكن هذه الجائحة وهذا البلاء مانع بيننا وبين الفرح بيوم العيد. يومان عظيمان أوجب الله تبارك وتعالى تعظيمهما، ومن تعظيمهما أن نفرح بهما. وليس أفرح أنا فحسب، بل أسعى جاهدا أن أدخل الفرح على من حولي، على والدي، على زوجتي، على أولادي. أقول أسعى جاهدا وأبذل كل جهدي أن أدخل الفرح عليهما بما أستطيع، عليهم بما أستطيع، لأنه يوم عظيم عند الله سبحانه وتعالى. هذا اليوم الذي ينبغي أن تفرح به الأمة، هذا اليوم الذي ينبغي أن تحتفل به الأمة، يوم العيد، عيد المسلمين، هذا عيد الأضحى، ويسميه البعض العيد الكبير لما فيه من هذه الأعمال العظيمة الجليلة القدر عند الله سبحانه وتعالى. بقيت مسألة، وهي مسألة يكثر السؤال عنها أيضا، وهي مسألة الأضاحي وما يتعلق بها من مسائل، أتكلم عنها بعد هذا الفاصل فاصل، ثم أتواصل معكم فانتظرونا. جئنا لنقطف زهر نور ينع ونصوغه بقلائد الوقفات. حياكم الله أخواني أخواتي من جديد، وحديث عن هذه الأيام العشر، وأفرد هذا الفاصل في الحديث عن الأضحية وما يتعلق بها من مسائل. أولاً، الأضحية شعيرة، وشعيرة عظيمة، وتعظيمها دليل على تقوى القلوب، كما قال سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الأضحية هي ما يذبح من بهيمة الأنعام تقرباً إلى الله سبحانه وتعالى في يوم عيد الأضحى وما يليه من الأيام. الله سبحانه وتعالى أمر بها في كتابه الكريم، فقال: فصلي لربك وانحر. بعد أن تصلي صلاة العيد انحر أضحيتك أو هديك. الله سبحانه وتعالى يقول في موضع آخر: قل إن صلاتي ونسكي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الأضحية سنة لدى جميع الأمم السابقة. قال الله سبحانه وتعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. أقام رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين يضحي، من هاجر إلى المدينة ويضحي في كل سنة عليه الصلاة والسلام. إذا سأل سائل وقال: طيب، هل هي واجبة علي أو على من تجب؟ نقول: الراجح من أقوال أهل العلم أنها سنة مؤكدة، وهذا الذي ذهب إليه جمهور العلماء. والقادر عليها تكون في حقه آكد، من كان قادرا في يومه على أن يضحي فليضحي، يضحي عن نفسه ويضحي عن أهل بيته، وأهل بيته الذين معه يدخل فيها زوجته وأولاده ومن يعول معه في بيته كوالديه أو إخوانه الذين عنده في البيت وينفق عليهم، يضحي عنهم أضحية واحدة، يتقرب بهذه الأضحية إلى الله سبحانه وتعالى.
وينحر هذه الأضحية، ينحر هذه البهيمة من أجل هذه المناسبة، يعني ما يروح معلقة في السوق ويشتريها. هذا التي علقت في السوق ومذبوحة هذه ذبحت للبيع والتجارة، لا، يشتريها حية ويذبحها من لأجل هذه المناسبة. كثير من الأخوة يسأل ويقول: ما حكم إرسال الأضاحي إلى خارج البلد الذي أنا فيه؟ ولا يسأل هذا السؤال في الغالب، في الغالب إلا من كان له أهل خارج البلد الذي هو فيه، فتتحرك عاطفته نحو أهله هناك والفقراء هناك. نقول: الأصل أن الأضحية يذبحها المضحي في البلد الذي هو فيه، هذا هو الأصل وهذا المشروع. لماذا؟ من أجل أن يحضر ذبحها، يكون موجود، من أجل أن يأكل منها. الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أمرنا أن نأكل من الأضحية، ولا تتصور أن يأتي أمر من الله سبحانه وتعالى بغير حكمة وبغير قصد، حاشاه سبحانه وتعالى. الله يقول: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. في موضع آخر يقول سبحانه وتعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. لكن إذا قال قائل: أنا سأرسلها إلى الخارج، يجوز؟ نقول: يجوز، سأرسل أضحيتي إلى أهلي في المكان الفلاني، أو إلى فقراء أعرفهم في المكان الفلاني، أو إلى بلد فقير ليس لي فيه أهل، لكن أرسله مع من أرسله يذبحون هناك، يجوز؟ يجوز، نعم. لكن تسألني عن الأفضل، ما هو الأفضل؟ أن تذبح الأضحية هنا في بلدك، أيا كان بلدك وأنت تشاهدني. لأننا نحتاج اليوم، تصوروا يا إخواني لو مجتمع مثل مجتمعنا هنا كل واحد أخرج أضحيته إلى الخارج، الشعيرة هذه ستذهب، يأتي جيل يجهل موضوع الأضحية. أنا أسألكم إخواني، خاصة الشباب منكم، متى تذكر آخر مرة مر عليك رأيت الأضحية تذبح بعينك في بيتك ولا في المسلخ، ولا أخذك والدك وشفت هذه الأضحية؟ هذه الشعيرة لازم تظهر وتبين حتى ما تنعدم في المجتمعات. اليوم الذي يعني بعض الأخوة يسألني يقول: أنا أذهب إلى الجمعيات وأعطي الجمعيات، والجمعيات يضحون عني سواء في البحرين ولا خارج البحرين، جائز ولا جائز؟ لكن يا أخي لماذا لا تشتري أضحيتك وتذبحها وعيالك يشوفون الأضحية وتأكلون منها؟ جيل إذا ما شاف هذه عبادة، ولا تأتي هذه العبادة إلا في السنة مرة، يعني في خلال 10 سنوات ستتكرر علي فقط 10 مرات. إذا مرت علي هذه السنوات أنا ما شفت الأضحية، بعض الناس يزهد في ذلك ويقول: طيب وماذا يعني إذا ما شفنا الأضحية؟ لا يا أخي، الله يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، تعظيم شعيرة الله، تظهر الشعيرة. وضع لها النبي صلى الله عليه وسلم ضوابط، لو واحد يوضعها قبل صلاة العيد ما تقبل منه، لابد أن تكون بعد صلاة العيد. لو واحد أراد أن يضحي قبل العيد، العيد بكرة وأراد أن يضحي اليوم، قل له ما تقبل منك، صدقة من الصدقات، تقبل صدقة. لو واحد ضحى بعد الأيام المشروع الذبح فيها، يقول ما تقبل منك، تقبل صدقة، لها ضوابط. لو إلى درجة أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى أن تكون الأضحية أيضا سالمة من العيوب، ما تكون عورا بين عورها، ما تكون هزيلة بين هزالها، ما تكون عرجاء بين ضلعها عرجها، ما تكون مريضة بين مرضها. يعني هذه التفاصيل تتصور كيف يعرفها الإنسان الذي لا يضحي في ولا يرى أضحيته، كيف يراها؟ لكن تسألني تقول: هل يجوز أني أسلم الجمعيات أو أوكل غيري يضحي عني؟ أقول ما أستطيع أقول لك لا ما يجوز. نعم يجوز، لكن لماذا لا تسألني عن الأفضل؟
الأفضل هو أن تشتري أضحيتك كما يفعل كثير من المسلمين في غير بلاد العرب. كثير من المسلمين في بلاد غير العرب يعظمون هذه الشعيرة كما كان يعظمها أباؤنا وأجدادنا قبل أقل من 50 سنة. كانت الأضحية عندهم لها قدر، تشترى قبل العيد ويعتنى بها، وتجد ما يخلو بيت إلا وضحى. اليوم من الأسئلة التي يسألها كثير من الأخوة، يقول زوجتي تريد أن تضحي، أنا سأضحي وزوجتي تريد أن تضحي، واختي في البيت عندي تبي تضحي. نقول، يقول هل هذا جائز؟ أقول هذا ليس فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فعله أنه كان يضحي عليه الصلاة والسلام عن نفسه وعن 9 بيوت عنده، 9 نساء، 9 زوجات. ولا أعلم أن هناك من نسائه كنا يضحين في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، كنا يكتفين بأضحية النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لو ضحت الزوجة قالت أريد أن أضحي وأتقرب إلى الله بالعمل الصالح، نقول يجوز. واحدة من الأخوات في البيت ولا العيال أراد أن يضحي، يجوز. لكن أضحية الوالد رب البيت أو الأخ رب البيت تكفي عن أضحية أهل البيت كلهم. ومسائل الأضحية متعددة. هل ممكن أضحي في الليل؟ إيه، ممكن تضحي في الليل. هل ممكن أضحي ثاني العيد؟ نعم، والأضحية يستمر وقتها إلى يوم 13 من شهر ذي الحجة، ما نسميه إحنا رابع العيد، يعني يوم 10 ويوم 11 و12 و13 قبل مغيب الشمس. عندنا فسحة، لأن هناك من يتعذر ويقول يا أخي يوم العيد ما أستطيع أن أترك يوم العيد، صعب علي أضحي، خلي يوم ثاني العيد أضحي، يوم ثالث العيد ضحى، 4 أيام يوم العيد، 10، 11، 12، 13. من المسائل التي أختم بها، ما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، وفي رواية وبشره. قضية أن الإنسان، يقولون بعض الأخوة والأخوات يحرم، كلمة يحرم هي غير صحيحة. الذي يحرم هو الحاج، غير الحاج ما يقال يحرم، وإنما يمتنع عن أخذ الشعر والظفر. هذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، عدم الأخذ من الشعر والظفر من بداية نية الإنسان إذا دخلت العشر إلى أن يضحي. لكن لو أن إنسان أخذ من شعره وأخذ من أظفاره، أضحية صحيحة؟ نعم، أضحية صحيحة، ولا هناك عليه إثم في أو تقصير في أضحيته. ترك شيء مسنون فعله النبي عليه الصلاة والسلام وأضحيته صحيحة. ما يأتي إنسان يزهد في هذا العمل ويقول إذا ما عليه إثم، ليش يعني نمنع الناس من أن يأخذوا من أشعارهم وأظفارهم؟ نقول هذا أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، قال إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره وظفره. لكن إذا كنت ما تستطيع أن تفعل هذه السنة، دع غيرك يفعلها. لماذا نزهد في العمل الصالح؟ لماذا نزهد في السنة؟ لماذا نزهد في فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأنتم تعلمون أن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام منها ما هو واجب ومنها ما هو مسنون يؤجر عليه ولا يثم تاركه. أعتقد أغلب المسائل المتعلقة بهذه العشر أتينا عليها في هذه الحلقة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هذه الأزمنة المباركة، سنين عديدة وأزمنة مديدة، وأن يبارك لنا في أعمارنا وأولادنا وأوقاتنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين. إلى أن ألتقيكم بإذن الله تبارك وتعالى في حلقة قادمة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هدي رب الكون ذي الرحمات، من حكمة القرآن والنفحات.
سنة المختار هادي الخلق من قول وفعل طاهر القسمات. من روعة الإسلام في عليائه يهدي العباد بفيض الحسنات. جئنا لنقطف زهر نور يانع ونصوغه بقلائل.